استاذنا وعمنا الدكتور حسام موافي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. ازي حضرتك؟ عمنا دي كبيره عليا. عمنا والله اللي يعلمونا حاجات واللي ربنا مديهم علم ونور فيما يقدمه وفيما يقوله دول يبقوا عمامنا جدا جدا. الله يخليك يا استاذ محمود. دكتور كان عايز يتكلم عن الشريان التاجي بس رجع لما قعد على الكرسي وظبطت كرافته وكده قال لا انا عايز اتكلم عن الفيتامينات عشان الناس بتستعملها في يعني حاجات كتير غلط، وده اعتقد موضوع مهم جدا. ايوه فعلا مهم جدا جدا، وحاليا الايام دي بالذات. تمام يا دكتور. اتفضل. لو انا قلت لحضرتك ان في شعب كامل بتعداده مثلا 80 مليون مصاب بالسرطان، تصدقني؟ شوية مش ممكن يعني. طبعا مشكلة ان انا بصدقك. لو انت قلت يبقى فيه مشكلة، لما انا قلت ما تصدقنيش. لا يمكن طبعا. لا وحضرتك اردي على الفيس مثلا ان ده في شعب كامل مصاب بجرب ولا باي حاجة، مش هتصدق. لا طبعا. انا شايف اللي انا شايفه بعناية دلوقتي ان الشعب المصري كله عنده نقص فيتامين دال، يبقى في حاجه غلط. هو انا مش هصدقك بقى. في حاجه غلط. لسه بتقولي ما صدقكش. والله العظيم ما حد بيخش العياده الا قاس فيتامين دال. صحيح. انا برضو كان في فتره ما اظن ساعه، يبقى في حاجه لازم الناس تبص لها كويس. طب فيتامين دال ايه؟ فيتامين دال مش ده مش القضيه. تمام، بس برضو نتكلم عنه عشان نتكلم طبعا. الشعب المصري معظمه عنده نقص فيتامين دال. لا هو ما عندوش. ده انا بأشكك في هذا. ده بلاغ مني الى وزيرة الصحة تشوف الموضوع. معقول شعب كامل عنده نقص فيتامين دال؟ هل هذا يعقل؟ حضرتك اشرح الموضوع. ما في واحد بيخش. مش فاهم. اشرح لي الموضوع اكتر. اشرح لحضرتك الموضوع. تمام. كل واحد داخل العيادة معاه ورقة، انا عندي نقص فيتامين دال. واللي بعديه تحليل يا دكتور. واللي بعديه ليه تحاليل. طب ما هو جهاز غلط. يعني احتمال ان يكون التحليل خطأ لهدف. اولا فيتامين دال غالي جدا. التحليل بتاعه؟ لا، والعلاج والتحليل بتاعه كمان. التحليل غالي جدا. لازم حد مسؤول يبحث وراء هذا. ده بلاغ من حسام موافي الى المسؤولين. شوفوا لنا حكاية فيتامين دال اللي طلعت لنا فجأة دي. لا، واعلان التلفزيون حل الفيتامين دال. شعرك هيقع وهتتعمي وهتموت. يعني لا، في حاجه طبعا. ده اللي خلاني افتح الموضوع. انما هنتكلم عن الفيتامينات نتكلم علميا. انما ده بلاغ. يشوفوا ايه الحكايه. والله ما في واحد داخل عياده الا نقص فيتامين دال وبعنف. هل حضرتك كطبيب دخل لك اسماعيل وعنده نقص فيتامين دال فبعته المعمل تثق فيه وحللت له طلع ما عندوش؟ ممكن جدا المعامل كلها سليمه، انا لا اشكك في المعامل. امال؟ شكك في الكيتس اللي بتقيس. الايه؟ الكيتس اللي بتقيس. يعني الحاجه اللي بتقيس فيتامين دال الجهاز هي اللي جايه غلط. ما اعرفش. المعمل ملوش ذنب، المعمل بيحط عينه الدم على شيء اسمها كده. يعني انت حضرتك تقصد الماده التي يتم التحليل بيها؟ اللي بيتم الجهاز غلط. انا قلق. طيب. وبعدين بلد فيها شمس. وفيتامين د له علاقة وثيقة زي ما هنتكلم بعد كده في الشمس. فده يعني ده بلاغ إلى وزيرة الصحة. يا دكتورة هالة، دوري في الموضوع ده كويس. طيب تمام. الفيتامينات هي مواد ربنا. لا الأول نتكلم على دال بقى. احنا دلوقتي بنتكلم في دال. هخلي دال في الآخر. طب خليه في الآخر. هو بس ده هو مرتب دماغه. الفيتامينات. الفيتامينات هي مواد مهمة جدا للجسم. في بعض التمثيل الغذائي مهمة، في صناعة حاجات مهمة، فهي مادة مهمة. والجسم عايزها بكميات ضئيلة جدا جدا جدا. وكلمة جدا 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 دي ثلاث مرات. خليك معايا والنبي خليك معايا عشان الكلام علمي ومهم جدا. فهو مش بلبيع يعني. فهو الجسم محتاج الفيتامينات. الفيتامينات نوعين يا أستاذ محمود. نوع بيدوب في المية. لو حطيته يدوب في المية. ونوع ما يدوبش في المية، يدوب في الدهون. يعني لو حطيته في قشطة يتخزن، إنما دوك حطيته في مية. طب أنا هسأل سؤال بديهي جدا جدا وبسيط، يبقى مين الأخطر؟ الأخطر اللي بيدوب في الدهون. لماذا؟ لأنه لو دخل جسمي مش هيخرج. عشان المية بتخرج. لكن المية بتخرج. يعني لو خدت فيتامين سي
اللي هو جيم وخدته بكميات رهيبه. خدت كيلو فيتامين سي هينزل هيدوب في الميه هينزل في البول والجسم هياخد اللي هو عايزه وياخد اللي هو عايزه. الجسم هياخد الكميه بتاعته والباقي زياده بتمشي. انما لو خدت فيتامين د قاعد بيتخزن، فيتامين كاف بيتخزن، فيتامين اي بيتخزن. لا يا ابن اختصار للناس دكه دي اي كي اي فيتامين الف بيتخزن، فيبقى خطير. يبقى عندي ظاهره اسمها ارتفاع نسبه الفيتامين ده في الدم، وقد تضر، مش بس تضر وقد تسبب كوارث لانها هتقعد في الجسم. الناس فاكره فيتامين خد زي ما انت عايز، خد زي ما انت عايز في اللي بيدوب في الميه. ليه؟ انت مسكت فلوسك حطيتها في المجاري على كيفك، انت حر. انما تضر نفسك اسف. تمام. دكه دي اي كي اي دول ما بيدوبوش في الميه فخطرين. انا هبدا بالكلام في الفيتامين ب 12 لان في سبحان الله. تمام. ويعني مهم الناس تعرف. طيب هنتكلم على فيتامين ب 12. ب 12 هو ب مجموعه كبيره.